المستمعين الأعزاء، نتواصل حفلنا الكريم مع انطلاقاته منافساته هذا اليوم، لنتابع ونستمتع معكم سوية مع سن اللقاية وهذا الملتقى الجميل لشعارات أبناء القبائل، لنشاهد المراكز الخمس المتقدمة وأول المراكز. من يتواجد على الصدارة؟ سوقان سعيد بن مطر بن سعيد بن مطر المريخي على المركز الأول والثاني، المراكز مشرف على المركز الثاني بالفعل مشرف لصالح بن عمير الرمزاني النعيمي المركز الثالث. يتواجد بهذه اللحظات شاهين محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل والمركز الرابع. المركز الرابع نتابع من يتواجد بهذه اللحظات من الجانب الأيمن، شعار بن عقيل ينطلق مع أحد الأسماء المميزة برق المبارك بن محمد بن طالب بن عقيل، والمركز الخامس يتواجد صغان مبارك بن سيف بن حمدان المنصوري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة المتقدمة والمتواجدة بمسيرة هذا الشوط، والعودة دائما وأبدا إلى أول المراكز لنستجد النداء مع اسم مميز سطع مع الصدارة، انطلق مع القيادة مع الريادة ومع الانطلاق الأول ليتواجد مشرف في هذا المكان المشرف لينطلق بشعار صالح بن عمير الرمزاني النعيمي. ولكن أتابع من انطلق من الجانب الأيمن ليتقدم شاهين بشعار الشنجل محمد بن ناصر الشنجل مع المركز الأول، ينطلق شعاره باحثا عن كلمة الناموس وعن التتويج وعلى الانطلاق الأول مع الصدارة. المركز الثاني والثالث شعار البرنس ينطلق مع المركزين الثاني والثالث وأول القادمين برق المبارك بن محمد بن طالب بن عقيل، والمركز الثالث يتواجد ضاري جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل النابت بعملية منافسة الأشقاء في أيضا هذا الشوط وبعملية البحث عن التتويج. المركز الرابع أتابع صوقان مبارك بن سيف بن حمدان المنصوري، والمركز الخامس يتقدم بهذه اللحظات وينطلق شهيد لعبد الله بن مسعود بن جابر المري ليتواصل شعاره مع المركز الخامس لينطلق إلى رابع المراكز. نتابع هذه الشعارات، نتابع هذه الأسماء القوية المتواجدة بمسيرة هذا الشوط، لنشاهد خلف الخمسة المراكز المتقدمة، لنتابع في الكادر الأسفل هذه الأسماء والشعارات والأعداد الكثيرة المنطلقة، والكل طموح الناموس طموح أول المراكز، يبحث عن التتويج في مسيرة هذا الشوط وفي هذا السباق المحلي الثالث. نتمنى التوفيق لجميع الأخوار المشاركين والمتواجدين على أرضية ميدان التحدي. أعود مع الصدارة، انطلق مع من شرد بالقيادة مبارك بن محمد بن طالب بن عقيل، يقدم لنا برق وبيارق الناموس تلوح مع برق من انطلق مع الصدارة، ولكن شقيقة ما بيخليه مع ضاري لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل مع المركز الثاني، يقدم المساندة لانطلاقة برق ليتواصل ضاري مع المركز الثاني. المركز الثالث على ثالث المراكز شهيل محمد بن ناصر الشنجل، المركز الرابع يصل حامل الرقم أربعة عزام لمتعب بن راشد بن سلعان مع عزام، وانطلاقة عزام أتى وانطلق من خلف الأسماء الخمسة المتقدمة، وخامس المراكز يتواجد بهذه اللحظات وينطلق على المركز الخامس شاهين لعبد الله بن مسعود بن جابر المري مع انطلاقة شاهين، والأسماء قادمة يا بن بنا، الشعارات متواجدة. أعود إلى الصدارة، أعود إلى أول المراكز لأتابع برق، الله الله الله، هذا هو برق ينطلق مع الصدارة، يقلص الفارغ، يتواصل مع القيادة، يقود
يرد الأسماء والشعارات ليحظى بهذا التتويج أو هذا ضاري. عفوا يا بن عقيل شقيقة في العزبة ينطلق مع الصدارة مع المقدمة مع ضاري من يتواجد مع المركز الأول. ضاري الفوز، ضاري الناموس، ضاري الإنجازات، ليتلو الإنجازة والإنجاز، ليحظى بالنقطة الثالثة في هذا الصباح مع شعار البرنس، مع شعار النجمة البيضاء، النجمة الساطعة، نجمة النواميس، نجمة النواميس، مع أول المراكز ومع شعار البرنس وانطلاقة ضاري. من فاز معنا في صباح هذا اليوم وفي هذا الشوط ودونوا هذا الشوط باسم ضاري وباسم جار الله بن محمد بن عقيل المري. المركز الثاني وصل على ثاني المراكز مطنوخ لسعيد بن محمد بن صالح الفيد المري. المركز الرابع كان الوصول او الثالث من يحمل رقم 49 وصل الفالكون او الفلكون لمحمد بن هلال بن سالم الحميري. المركز الرابع كان الوصول من قبل شهيد لمحمد بن ناصر بن محمد الشنجر. المركز الخامس وصل على خامس المراكز برق لمبارك بن محمد بن طالب بن عقيل. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء نذهب بحضراتكم للتوقيت الزمني لحصول ضاري الى خط النهايه 6 دقائق 20 ثانيه 4 الزمن الثانيه. التهاني والتبريكات لجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل على هذا الفوز المستحق. المركز الثاني 6 دقائق 21 ثانيه 32 جزء من الثانيه. التهاني والتبريكات نزف والي مالك مطنوخ سعيد بن حمد بن صالح الفيد المري. ثالث المراكز 6 دقائق 22 ثانيه 76 جزء من الثانيه. التهاني والتبريكات لمالك هذا الشعار محمد بن هلال بن صالح الحميري من حصل على المركز الثالث. التو...